أقام مركز شغف للفنون البصرية ورشة عمل بمشاركة 20 طفل في خان أسعد باشا بدمشق. احنا دعينا مركز شغف للأطفال لأنه كمان يعملوا اليوم يعني هي بدك تقول جلسة ترفيهية تدريبية. هن متدربين على الرسم، بس هلأ هن عم بيتدربوا بكيفية كمان التعامل مع هالمادة اللي هي مادة الطين، ويتعرفوا عليها أول بأول، وإن شاء الله هيك تكون النتائج منيحة وينبسطوا هالولاد. جو كتير حلو، وهي حرفة يعني أكثر ما أنها تكون يعني انه يعني هي شيء خدمي، انه نحن كثير مهتمين بانه اولادنا يتعلموا هذا الشيء لحتى يستفيدوا منه للكبر، وخصوصا انه كثير قلانين اللي بيعملوا خزف عنا بالبلد. يعني الورشه تضمنت تعليم الاطفال مهنه الخزف وكيفيه صناعته والتعامل مع الطين وصنع الفخار وتزيينه وتلوينه. نشتغل ورشة خزف مع الفنانة سناء فريد. مبدئيا هلا بتشوفوا الشغل كيف حيكون، ان شاء الله تكون ورشة موفقة يا رب. اولاد مرسمنا هن بيشتغلوا نحت اوريدي تماما، فهلا اليوم حيجربوا الخزف مع الفنانة، حتكون تجربة كثير جديدة عليهم، ولنشوف كيف بيطلع معهم ان شاء الله. الورشة مهمة كثير لانه بشكل عام النحت اذا فينا نقول هو مأكول حقه ضمن المجال الفني للكبار، فما بالك للصغار. شوي لسه موضوع انه بيجل عيس بيوسخ الايدين، بالبيت صعب كتير التعامل معه، فهو بس حصرا محصور بالمعجون اللي هو الملون، اللي هو بينشف كتير بسرعة، بيتوسخ، يعني كتير في شغلات. فبحكم انه نحن كمرسم في مكان عم نقدر نعطي النحت. هلأ الخزف لسه كتير احلى، نحن فتنا بمرحلة الشوي، فتنا بمرحلة الطفل فينه يعني يعمل شيء ويستخدمه وبيعيش فترة أطول من الصلصال العادي. كثير حلوة إنه الولد يشوف إنه هو يكون شيء بإيده، يشوي، يلونه، ويرجع هو يرد يشوي ويستخدمه. إبداعات جميلة تصاغ بأنامل صغيرة، تثري ثقافة الطفل وتعوده على التعلم والابتكار لتنفيذ قطع فنية بإحساس صادق وخيال واسع.